السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في جولة سريعة ومميزة إلى مدينة جدة. نخرج الآن على الدائري الرابع، وشوفوا هذا حي الروابي أو حي رابية مكة. شوفوا، نخرج الآن على الدائري الرابع باتجاه طريق جدة. عندنا عدة مخارج، مخرج إلى الحرم، المسجد الحرام، وعندنا مخرج إلى طريق المدينة وطريق جدة. احنا راح ناخذ وين؟ طريق جدة. شوف العصرية كيف جميلة، ما شاء الله تبارك الله. شوف طريق جدة، نخرج من مكة. هذه بوابة مكة، ما شاء الله. شوفوا سفح الجبل، ما شاء الله كيف أخضر، يا الله خضرت الدنيا ما شاء الله. حدود الحرم، هذه بوابة مكة، حدود الحرم. بالله شوفوا ما شاء الله كيف خضرت الدنيا، والله خضرت في يومين ثلاث مطرات كذا خضرت الدنيا ما شاء الله. وما نسوي زي قبل، ندخل نعبي بنزين. خلاص تكفي المرة الأولى. أقدم جامع على طريق جدة ما شاء الله. ومن مدينة جدة وتحديدا من سوق البشوات من أمام دوار الدراجة راح تكون زيارتنا، ونتمشى في هذه الأسواق والمحلات التجارية، نشوف وش الجديد عندهم. ما شاء الله عندهم أسواق شعبية وفي أسواق حديثة ما شاء الله تبارك. شوفوا زي هذا. طيب، هذا سوق البشوات، وفي أماكن تراثية وأماكن جميلة راح نزورها كلها إن شاء الله، أو نغطي بعضها. أول زيارة راح أدخل بيوت البادية. شوفوا ما شاء الله الأثاث عندهم كيف جميل، هذه تصلح للطلعات للجلسات البرية. شوفوا التراثيات القديمة ما شاء الله تبارك الله، وهذه الخيمة السعودية والتراث القديم. وشوفوا كيف كانوا يطحنون الحب على الرحى هذا، وهذه المهيفة بدل المكيف اليوم ما شاء الله. وهذه الشنطة القديمة، هذه يحطون فيها الأغراض. شوفوا ما شاء الله، هيا تنفك ما شاء الله قوية، هذه أذكرها زمان أنا. المهم هيا تنفك، بس هذه شنطة. طيب ما شاء الله، هنا بيع الكنبات، كل هذه محلات كنبات تفصيل. طيب ما شاء الله، نخرج الآن من قسم المفروشات، من قسم الأثاث، ونخرج على أقسام ثانية ما شاء الله. أذن المغرب، شوف ما شاء الله كلها طاولات ستاندات. شوفوا سوق كبير، سوق شعبي تقريبا، او قسم منه يكون سوق شعبي، وما شاء الله في الجهة المقابلة اسواق جديدة ما شاء الله. شوفوا الاثاث، الله اكبر الله اكبر. لا
لا إله إلا الله. طيب بنروح الجامع هذا ونزور المحلات اللي على طريقنا. ما شاء الله، اسمع التحريج، اسمع بعد الصلاة، ما شاء الله، شوف المحلات، هذه المفروشات، قسم المفروشات أكيد بأسعار أرخص في هذا المكان من الأسواق. ما شاء الله، أنا في مكان جميل، محلات تجارية على اليمين على اليسار، شوفوا زي داخل هذه الأزقة محلات وأسواق وكشكات. ما شاء الله تبارك الله، شوف هذه محل البسكويتات والمكسرات بأسعار رخيصة. مرينا أحد المحلات، أخذنا لنا أحد الأغراض. ما شاء الله، أماكن جميلة وأماكن مغرية. خلونا نشوف محل الحلويات. يا ما شاء الله تبارك الله، أجواء جدا جميلة. ما شاء الله، بدأت الأجواء تعتدل تزين. نشوف الآن أمطار على جهة مكة، وهي جايتنا الآن من شمال مكة، راح تجي على بحرة وراح تجي على مدينة جدة، وفي سحابة جاية من جهة البحر. إن شاء الله خلال الفجرية الصباح يكون في أمطار ما شاء الله غزيرة على مدينة جدة، يعني خلال الساعات والأيام القادمة راح تكون أمطار غزيرة على مدينة جدة. لكن ما شاء الله الآن أجواء معتدلة، يعني تميل للبرودة، أو يعني ما شاء الله نقول أجواء معتدلة. شوفوا يا زين الأجواء، بس مفتوح عادي. شوف لما شوفوا على امتداد هذا الشارع، ما شاء الله حياة في جدة، ما شاء الله تبارك الله. على مدار 24 ساعة تشوف الحياة، المحلات مفتوحة على مدار 24 ساعة. طبعا في متحف قدام تقريبا، أخذت له بعض الصور السريعة، وإن شاء الله راح يكون له زيارة يعني مكثفة داخل هذا المتحف. طبعا في تقريبا الآن تقام مباراة في مدينة جدة، بس والله ما أدري بين مين ومين، لكن الناس شوفوا لهم جالسين في الكافي ومستمتعين بمشاهدة المباراة، أما أنا تقريبا الوحيد اللي ما شجع، ما أفهم في الكورة. ما شاء الله، شوفوا بعد المباراة كيف راح تكون الشوارع مزدحمة، علشان المباراة الآن ما في أحد. طبعا حبينا ناخذ جولة سريعة في مدينة جدة، بإذن الله راح يكون في تغطية لمدينة جدة، تغطية مكثفة، وخصوصا البلد، محلات الجملة. شوف الدكان، خلاص بروح لها الآن الدكان، أشوفه بروح أشوف وش يقدم، وش عنده من منتجات. المهم إن شاء الله خلال بعد ما ينتهي موسم الأمطار من مدينة على مدينة جدة، راح نزور البلد، المحلات اللي تقدم الهدايا بالجملة، الأواني، راح نمر أغلب المحلات، محلات الجملة في مدينة جدة. إن شاء الله الخير، جاينا على منطقة مكة، وراح تكون لنا طلعات خارجية، وراح أوريكم بعض الشلالات في مكة. في ناس ما تعرف أن مكة فيها شلالات،
وأنا اليوم في متحف مدينة الطيبات للحضارات العالمية. شوف هذه كانوا يحطون فيها الموية، وهذا الله أعلم كم له السنة هذا. هذا أكيد كرسي العمدة. وشوفوا ما شاء الله البيوت جدا القديمة. شوفوا منارة المسجد. هذا تقريبا وهذا تقريبا أحد حصون جدة ما شاء الله. وشوفوا البير هناك، هذا يجسد تقريبا مدينة مكة المكرمة. شوفوا مدينة مكة أو منطقة الحرم كيف كانت قديما. شوفوا هذا يجسد منطقة الحرم قديما. هذه بوابة جدة، المساجد، المنارات، المدفع، مدفع رمضان، هذه القلاع الأثرية، وهذه يجسد تقريبا العلا ما شاء الله. شوفوا يجسد هذه مدينة العلا. والمتحف جوا لها أكيد يعني باقي يحكي قصص كاملة وفي أثريات، لكن إن شاء الله راح نجيها إن شاء الله في يوم من الأيام. وجينا على الدكان، أول ما طاحت عيني على هذا. كاجو فاخر هذا، وهذا الفول السوداني، وهذا لوز مملح. نجي ندور الاسكريمات، ما شاء الله انواع الاسكريمات. شوفوا ما شاء الله تقريبا هذا راح يكون مميز. يلا بسم الله. وخلاص أخذنا أغراضنا وإلى مكة.